السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذا دعاء النوم. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يحرص دائما على هذا الدعاء قبل النوم. سوف نتعرف على هذا الدعاء ونحفظه إن شاء الله، وندعو به الله سبحانه وتعالى قبل النوم، ونتفكر في أسرار هذا الدعاء. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء كل يوم، ولماذا فترة ما قبل النوم؟ انظر أخي الحبيب، فترة النوم مهمة جدا. كثير من الناس يعاني من قلق، يعاني من أحلام مزعجة، يعاني من هموم، من مشاكل تراكمت عليه طوال اليوم. كثير من الناس يعاني من ديون، من مشاكل في بيته، مشاكل مع أسرته. كلها هموم النهار تتراكم قبيل النوم على الإنسان، فيشعر بالعجز، يشعر بالضعف أمام هذه الهموم، يشعر أنه وحيد، لا أحد يسمعه، لا أحد يستجيب له، يشعر وكأن أبواب الدنيا أغلقت أمامه. مشاكل كثيرة جدا لا يجد لها علاجا. ما هو الحل؟ الحل أخي الحبيب هو هذا الدعاء الرائع الذي علمنا إياه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. النبي عندما كان يأوي إلى فراشه كان يقول: اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء كان النبي يعلمه حرفيا للصحابة الكرام. نريد أن نتعرف على أسرار هذا الدعاء لنحب هذا الدعاء ولنتفاعل معه. نريد أن نتدبر كلمات هذا الدعاء، ولماذا كان النبي يدعو به، ماذا يحدث من أثر نفسي عليك، كيف يغير طريقة نومك. انظر معي أخي الحبيب، لنبدأ بهذه الكلمة: اللهم إني توكلت عليك. ما معنى ذلك؟ لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتوكل على الله عز وجل؟ الهموم عندما تتراكم ولا تجد لها حلا، فإن أفضل طريقة في علم النفس لعلاج هذه الهموم أن تلقيها بين يدي شخص آخر تثق به. يعني مشكلة استعصت عن الحل، مشكلة تؤرقك وتعكر عليك يومك ونومك. علماء النفس ينصحون أن تحدث شخص تثق به، شخص قادر على حل هذه المشكلة، تحدثه عن هذه المشكلة ويعدك أو يتعهد بأنه سيحل مشكلتك ويقول لك: لا تقلق، أنا سأعالج هذه المشكلة غدا. عندما تثق بهذا الشخص وتعتقد أن هذه المشكلة ستحل، تجد أن الهم يزول، القلق يزول، وتبدأ تنام بطريقة رائعة، وتبدأ بالنوم الهادئ. طيب، هنا نحن أيها الأحبة، من هو الذي نستطيع أن نعتمد عليه ونتوكل عليه؟ من هو القوي الذي يملك حل مشاكلنا؟ من هو الذي أعلم بحالنا من أنفسنا؟ إنه الله عز وجل. وبالتالي أنت عندما تقول: اللهم إني توكلت عليك، فإنما هذه الكلمة تريح نفسك وتحفظك من الشر وتجعلك تشعر بالأمان، تشعر بالهدوء، تشعر بأن أمواج القلق
بدأت تتلاشى، تشعر أن همومك وإن كانت مثل زبد البحر بدأت تتضاءل وتتصاغر وتهدأ، وبالتالي تنام بهدوء. طيب، اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك. الإنسان قد يخاف من الموت أحيانا، قد يخاف من أذى شخص آخر، قد يخاف من المستقبل. هنا النبي يقول لك سلم هذه النفس لله، والله تبارك وتعالى هو القادر أن يحفظها، وهو القادر أن يحل مشكلتك، وهو القادر أيضا أن يرحم نفسك. اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وأفوض أمري إلى الله. ما معنى فوضت أمري إليك؟ يعني يا رب أنا هذا الأمر الذي أعاني منه الآن، هذا الأمر الذي أعجزني، قد يكون هذا الأمر مرض، قد يكون ابن عاق، قد يكون ابن تحول للإلحاد والعياذ بالله، قد يكون هذا الأمر جار يؤذيك وأنت لا تدري ما تفعل، قد يكون هذا الأمر دين أهمك، أمور الدنيا كثيرة. فعندما تقول فوضت أمري إليك، أي يا رب أنا فوضتك في حل هذا الأمر، وضعت هذه المشكلة بين يديك، وأنت القادر أن تجد حلا لمشكلتي، أنت القادر أن تجد علاجا لما أعاني منه. اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. سبحان الله، رائعة هذه العبارة. يعني يا رب أنا ألجأت ظهري إليك، ألجأت يعني بمعنى احتميت بك يا الله، يعني أنت سندي، أنت الذي تحفظني وتحميني من كل شر، لأنني ألجأت ظهري لإله قوي عزيز حكيم رزاق سبحانه وتعالى. وبالتالي فأنا الآن في غاية الاطمئنان، أنا الآن أستطيع أن أغمض عيني لأنني توكلت وأسلمت وفوضت أموري وشؤوني ونفسي ومتاعي وأولادي لإله قادر عليم حكيم سبحانه وتعالى عما يشركون، هو القاهر فوق عباده، بيده ملكوت كل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الأمر يجعلني أرتاح جدا، يجعلني أهدأ وأنام بهدوء، ويجعلني طبعا أتمتع بهذا النوم، يجعلني في غاية الاطمئنان، أستطيع أن أغمض عيني وأنا مطمئن، لأن الذي يحفظني هو رب هذا الكون سبحانه وتعالى. الجزء الثاني من الدعاء: اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. إذن أنا أرغب بما عند الله من نعيم وجنة واستجابة الدعاء، ورهبة إليك يعني أنا في حالة خوف من عذابك يا رب، فلا أعصيك أبدا. الرهبة هي الخوف، فأنا أخاف الله وأرجو لقاءه سبحانه وتعالى، ودائما أنا في تواصل مع الله، في اتصال مع الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أخي الحبيب، تختم هذا الدعاء بهاتين العبارتين المليئتين بالإيمان والتوكل على الله: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فآمنت بكتابك الذي أنزلت، فكل ما ذكر في القرآن أنا مؤمن به،
عندما وعدتني يا رب في هذا القرآن أنك ستغفر لي وأنك ستستجيب دعائي، أنا آمنت بهذا الكلام. عندما قلت لي في كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنا آمنت بهذا الكلام. عندما وعدتني بالرزق وقلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنا آمنت بهذا الكلام أيضا. لذلك أنا آمنت بكل ما جاء في القرآن، وبنفس الوقت أنا آمنت بنبيك الذي أرسلت، آمنت بهذا النبي الكريم الذي أرسلته رحمة للعالمين، أرسلته مبشرا ونذيرا ليبشرني بجنة عرضها السماوات والأرض. آمنت بهذا النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وعسى أن نكون معه جميعا. فهذا الدعاء أخي الحبيب من الأدعية الجميلة جدا التي تجعلك تطمئن، تجعلك ترتاح أثناء النوم، وهذه الفترة مهمة، الدقائق التي تسبق النوم مهمة جدا لصحة الإنسان ولصحة دماغه. فإذا استطعت أن تزيل الهموم بهذا الدعاء فأيضا صحتك النفسية والجسدية وصحة دماغك ستتحسن إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.